بكم مرة أخرى مشاهدينا من على المقهى معنا لتغني للوطن وتحكي تجربتها مع الثورة نهطها. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أيضا معي على المقهى مجد حموي من سوريا درامز، أهلا بيك، وياسر حشيش على الجيتار، أهلا بيك، وكريم حسام جيتار وبيز، أهلا بيك، منورين القهوة. مرسي. أنتوا الباند اسمه إيه؟ هو زمان كان اسمه SMS و Short Messages Service عشان الأغاني قصيرة وبتتكلم في مواضيع دايركت كده فسميناه كده، بس ما كناش كلنا، كنت أنا وياسر وبعدين كريم بقى جه معانا وبعدين مجد ومعنا حد تاني اسمه عمر روبي بيلعب كيبوردز بس هو مش معانا النهاردة، واحنا خدنا اجازه فتره كده عشان كنا بنغير في شكل الاغاني وبعد كده مش عارفه هيبقى اسمنا SMS نهى طه مش عارفين لسه. احنا من شويه كنا بنتكلم عن ازمه البنزين والسولار، انتوا عاملين اغنيه ليها علاقه بالحاجات دي برضو بالعيش اسمها كيس عيش. كيس عيش نسمعها وبعدين نتكلم عن بدايتك يا نهى وبدايتكم مع SMS. اوكي. كان لابس شبشبه بجامته وماسك في ايديك سعيش وحاطط في جيوبه كرامته بيطلع منها بقشيش. كان لابس شبشبه بجامته وماسك في ايديك سعيش وحاطط في جيوبه كرامته بيطلع منها بقشيش. بص لقى العيش بندقية وجيرانه وأهله بقوم جيش بيحاربوا غاز ورصاص ومية وعساكر قتلة وحرافيش. قام رامي من ايده العيش وقال لي نموت فيها يا نعيش، قال لي الحرية مفيش. كان عايش في أمان الله وماشي وراضي بحاله وناسي معنى الحياة وساكت عن اللي بيجراله. كان عايش في أمان الله وماشي وراضي بحاله وناسي معنى الحياة وساكت عن اللي بيجراله. بص لقى صوته بيطلع بيقول كلام انما ايه يا عم هات كرباج ولسوى ولا عندي الاندم عليه. وقام رامي من ايده العيش وقال لي نموت فيها يا نعيش، قال لي الحريه ما فيه. ولما روح قالوا له جبت الفول فين العيش، قال معلش المره دي سماح معلش المره دي مفيش، انا جبت لكم اللي احسن منه جبت لبيس الطرابيش علشان نخلع بيها عمامه لبسوها لنا ناس لمامه سنين طويله كتيره ياما عايشين تحتها ما نسويش، انا جاي وشاري كرامه اجدع من 100 لقمه عيش. كان دمه بينزف بغزاره وما كانش حاسس بخساره وما كانش حاسس بمرارة ولا كانش محتاج لأمارة، لأن العدل ما بيتساومش لأن الحق ما بيتلغيش. قال لمراته ما تخافيش زي ما أنا ضحيت بقوتي أنا مش خايف أقابل موتي، ده أنا جبتلك اللي أحسن مني وأحسن من 100 لقمة عيش، دي اللقمة في الأرض الظلمة سم ونكسة وما تسويش، غمضي عيني وما تبكيش أنا مجدي من بعدي يعيش، ألف يموتوا ومصر تعيش، ما هي الحرية يا مفيش. قال يا الحرية يا مفيش، قال يا الحرية يا مفيش، قال يا الحرية يا مفيش. الحرية يا مفيش رائعة.
كلماتك. سوري ان انا قفلت على اصبعك وانت بتلعب سولو. لا كلماتك يا نهى والحانك. كلماتي بتكتبي وتلحني نفسك؟ معظم الوقت. الاغنيه دي مصريه قوي، مش لايقه قوي مع الاسم بس. والله بصي انا كنت عايزه اسمي الباند رسائل، وبعدين حد كان بادئ معايا الباند من زمان اسمه مصطفى فتحي، حد جيتاريست جامد، وهو اللي اقترح الاسم ده، حسيت ان هو ظريف يعني، وان احنا في عصر التكستنج يعني، فقلت طيب تمام ماشي يعني اسم لمين خفيف. كنت تبعتي الرساله دي؟ كيس عيش ليا بقى، وخصوصا يا موسيا يا نعيش يا الحريه يا مفيش. والله بصي يعني انا وقت الثوره دوت كنت قاعده في التحرير، بس ما شاركتش في اي عمل فني هناك، و على كام يوم ورا بعض كده كانت بتيجي جمل الاغنيه في دماغي، مش عارفه ليه يعني، وما اعرفش يعني، هي محاكاه مش انت تقريبا من اول واحده غنت للطوارئ. للطوارئ. ايام ما كان يعني بيتقبض علينا في المسارح كنت غنيت للطوارئ. احب نسمعها وبعدين نتكلم معاكم مع بدايتكم ايضا. اوكي. اسمها حكايه مواطن. قبل ما انتقل اليهم درستي ايه؟ انا درست ادب انجليش وما كملتش في اسكندريه، و بس بعديها بقى خدت تعليمك يعني. كملتش تعليمي، شفتي العار. والله بس فبعديها خدت. كانت الموهبه هي اللي انت عايزه تمشي وراها؟ والله بصي لا يعني انا كان نفسي ادخل حاجات تانية خالص، وبعدين الاهل صمموا ادخل اداب انجليش، فيعني القصه المعروفه جدا دي، وبعدين وصلت المعهد بقى انا مش قادر يعني محتاجه اعمل حاجه تانية، فجيت القاهره وخدت وركشوبس بقى ودروس وحاجات كده وغنيت. بس بداتي تغني فين اول حاجه؟ امتى بداتي تغني اصلا؟ لا بدات اغني من وانا صغيره، كنت بغني في الكوير بتاع المدرسه. بعد كده في كليه ثانوي كليه وكده كنت بغني في حفلات متفرقه كده مع اصحابي برضو يعني. ده اللي شجعك ان انت ده كاريرك، فهت
هكملي معاه وتسيبي؟ مش مهم بقى. لا ما كنتش لسه قررت، بس انا كنت قررت ان انا اغير الحياه مبدئيا واستقل وكده. فلما جيت كايرو اشتغلت حاجاتي، يعني اشتغلت كوظيفه يعني، والمزيكا كانت يعني برضو بتحصل من الحين للاخر كده، لغايه لما قررت ان اعمل الحاجات اللي بحبها بس. وغنيت اول مره مع فرقه كانت اسمها ريديمرز، كنا بنغني سيمفونيك روك، وبعديها عملت بقى اس ام اس وسكوربينيزم وكده. مجد انت من سوريا، ازاي لقيت طريقك للاس ام اس؟ اس ام اس طبعا جيت بسبب الظروف اللي بتحصل. بقى لك قد ايه في مصر؟ بقالي سنه تقريبا. سنتين؟ سنه. جيت طبعا، وفي هي حته الموسيقى الثوره، او اللي هي موسيقى اللي بتحمل قضيه. انا يعني دي الموسيقى اللي انا بحب العب معها وبحب اكون فيها. هي طبعا بحكم الوسط واني انا بلعب، اجتمعنا باستوديو تمرنا، طلع الصوت حلو. ايش طب ماجد انت على الدرامز بس ولا بتغني كمان؟ لا انا اصلا درست ايقاعات شرقي واختصيت بعدين على الدرامز. لكن مش بتغني؟ لا. مش ممكن تسمعنا حاجة سورية؟ لا. تمام. ياسر بدأت مع الجيتار امتى ومع اس ام اس امتى؟ بدأت مع الجيتار امتى؟ من 12 سنة مثلا او 11 12 مش فاكر، يعني حاجة رقم شبه ده يعني. اما غالبا عمرك تقريبا. ايه؟ تقريبا نص عمري. اه بالظبط. واس ام اس احنا بقالنا قد ايه؟ بقالنا كتير قوي، بقالنا مش فاكر يعني، 3 4 5 6 سنين حاجه كده يعني. الوقت ده بس. وكريم؟ ايوه. هو في فرق بين الجيتار ده والجيتار ده؟ لا هو حاليا مفيش في فرق، بس هو في فرق بسيط. لكن في الباند انا بلعب بيس جيتار مش بلعب جيتار. اوكي. هو ده سبانيش تقريبا صح؟ ده سبانيش. ده كلاسيك. اه سبانيش وده اكوستيك. انا بلعب من عندي 13 سنه. بس ريسنتلي بلعب بيس. بس انا اصلي جيتارست، وانا وناها اصحاب من زمان، من حوالي 5-6 سنين. فاني نفس الفتره. يعني نفس الفتره يعني كنا يعني. هي بالنسبه لك الجيتار ده يعني هوايه ولا انت بتعمل حاجه تانية وكمان في هو ابتدى كهوايه؟ يعني بدا معايا كهوايه طبيعيه جدا. انا بحب المزيكا، بس يعني مؤخرا الفتره اللي فاتت دي كلها يعني انا قررت اني يعني زي ما يعني انا بروفيشنال ميوزيشن بس. فبقى لي اكتر من سنتين وشويه كده يعني انا يعني هي ده انا اللي عايز اعمله، دي حاجه اللي بحبها. فانت في الباند ده وفي باند تاني؟ عندي المشروع الخاص بتاعي، معايا في مجد برضو. كلهم على فكره بيعملوا حاجات. ما انا هسال برضو، عايز اسال ياسر انت بتعمل ايه غير اس ام اس؟ انا اصلا ليه جيتارست في باند اسمه اس ولازم، بلعب مع احمد الحجار، يعني منتشر كده في كام حاجه. كريم بيالف مزيكا جاز وكلها انت؟ انا بلعب جاز فيوجن. بيغني وبغني. طب ما تسمعنا حاجه؟ متاكده؟ متاكده جدا. طب ممكن تكون حاجه ثوريه وطنيه؟ حاجه ثوريه. يعني مش ثوريه. بالظبط. يعني هي فكره يعني انا هقول لك بسرعه ليه يعني. كريم فلول. لا مش موضوع فلول، هو الفكره بس ان احنا يعني انا مقتنع بحاجه، وانس الثوره لو احنا كان في فرصه ان احنا نعمل حاجه في وقتها تتعمل، بس في كتير قوي طلعوا من بعديها واتقال ان انتوا ايه، في ناس كتير ركبت الثوره. فانا بالظبط، فانا ما حبيتش ان احنا نتحط في نفس القالب دوت. طيب بس فهو عشان هتغني ولا مش هتغني في الاخر؟ ممكن بس هي يعني لو موضوع للثوره يعني انا ماليش حاجه للثوره، بس انا ممكن اسمع حاجات اجتماعيه يعني برضو. طيب ممكن. اوكي. فوق سطوح بيتنا القديم ذكريات سكن الحيطان، على باب عمارتنا القديمة اسمي لسه عدها، أيام ما كنت أطلع طير حلمي في طيارة ورق ويا الجيران، عيل صغير كنت أنا لسه ببرقتي في الحياة، شبر قصير أشب طول
أوصل بحلمي لمنتهى. أيام ما كنت أطلع طيار حلمي في طيارة ورا ويا الجيران با 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 با. على مكتب النون الصغير كراسة رسم وقلم برسم بروحي بكرة اللي جاي مليان أمل من غير ندم ببني بنفسنا من النهاردة واللي بحلم بيه بكرة يدق الباب. عيل صغير كنت أنا لسه برقتي في الحياة شبر قصير أشبطه أوصل بحلمي لمنتهى. أيام ما كنت أطلع طيار حلمي في طيارة ورق ويا الجيران. كلمات مين؟ كلماتي وألحاني. جميلة. نسمع حاجة بقى منكو نهى. نسمع ايه؟ حاجة عن التحرش. انتي عاملة حاجة عن التحرش. كان عاملة حاجة اسمها كان نفسي. طول عمري عايشة في بلد فيها الضعيف غلطان العرف فيها تعبت وتشطر على الأديان. كان نفسي أبقى ولد كان نفسي أنا من زمان عشان مش كل يوم أحاول أقول إني إنسان. كنت أقدر أمشي في حارة أو حتى ولع سيجارة من غير ما أحتاج مليون عمارة من الدنيا ومن الزمان. تأكد إني بطبيعتي زي الولد إنسان ويمكن أكتر شوية بحس وأكتر كتير زعلان. تأكد إني بطبيعتي زي الولد.
ولد إنسان، ويمكن أكتر شوية بحس وأكتر كتير زعلان. جميلة. كان نفسي انا ما كانش نفسي ابقى ولد. انت اللي كاتبه الكلمات برضو؟ هي متهكمه يعني، مش نفسي فيها تناقضات، فيها تناقضات المجتمع حقيقه، لكن برضو فيها انه ما فيش مقاومه، في استسلام، انه كان نفسي ابقى ولد. هي حزينه بس احنا عندنا فعلا ازدواجيه المعايير في بلدنا، يعني ما شاء الله، مش في بلدنا بس يعني، بس بلدنا واخده وضعها شويه، ان ما تفهميش هو العرف السائد ولا الدين. فاحنا مثلا ما بنعملش حاجه غلط علشان هي حرام. طب هي حرام على الجنسين ولا على جنس واحد بس؟ فده اللي غلط يعني لو احنا ماشيين بالدين فالمفروض ان الدين على ده وعلى ده، لو ماشيين بالعرف فده اي كلام يعني. بس انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا على المقهى، وبعتذر لكم ان احنا اخرناكم. في الحقيقه مش احنا اللي اخرناكم، الرئيس هو اللي اخركم. الرئيس ربنا يخليهم لنا. فلكن احب نختم، يعني احب نسيب الناس باغنيه وسط الكون عشان هي مبهجه شويه، فتبقى مع حاجه فراهي حبتين. أوكي. لكن بشكرك جدا نهى طه من الاصوات الرائعه في الحقيقه، اسم وصوت الناس هتفتكره كتير بعد الفقره دي. بشكرك جزيل الشكر. بشكرك ايضا مجد حموي من سوريا على الدرامز، اشكرك جزيل الشكر. وياسر حشيش على الجيتار، اشكرك شكرا جزيلا. وكريم حسام جيتار وبيز، اشكرك ايضا شكرا جزيلا. مشاهدينا اشكركم انتم ايضا على متابعه هذه الحلقه من على المقهى. الاسبوع القادم نلتقي، وقبل أن أترككم طبعا هتترككم مع هذه الأغنية، ولكن أفكركم تاني أنه لدينا إيميل هو المقهى@الجزيرة.net، نستقبل عليه مبادراتكم ومواهبكم، ونتمنى المرة الجاية الحلقة الجاية تكونوا أنتوا اللي عاملينها. كمان عندنا صفحة على المقهى على الفيسبوك، شاركونا بأفكاركم وتعليقاتكم فيها. أسيبكم دلوقتي مع نهى طه ووسط الكون. بالطول متزود في قلبي الجنون، كل يوم بيعدي بيقول أنا عايش ولازم أكون، كل لحظة وثانية بالطول بتزود في قلبي الجنون. أنا ولا عاقل ولا مجنون، أنا ولا حتى قاسي ولا حنون، أنا بتغير طول ما بفكر، طول ما أنا عايش وسط الكون. هقول للدنيا بأعلى صوتي حتى وأنا في عز سكوتي، أنا قدك ومعاكي وضدك، وأكره فيك الخوف وأحبك، حتى نغابت شمسك يوم أنا هفضل عايش وهكون. أنا ولا عاقل ولا مجنون، أنا ولا حتى قاسي ولا حنون، أنا بتغير طول ما بفكر، طول ما أنا عايش وسط الكون. غيرتي يا دنيا وكفرتي أو قلتي عليا مجنون، مهما
غيرتي دنيا وفجرتي صوتي هيفضل يملى الكون. انا ولا عاقل ولا مجنون، انا ولا حتى قاسي ولا حنون، انا بتغير طول ما بفكر طول ما انا عايش وسط الكون.